ما بيغلبش. ظبطت الحكم حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لايمان؟ ظبطتهم يا باشا. الواد الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا. على بركه الله. سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعه المستقبل، حيث تقام اليوم المباراه النهائيه التي تجمع بين جامعه المستقبل وجامعه العهد. هناك نجم جديد رائع قادم، مرجان أحمد مرجان الملقب بمرجان أو يقال ميم الكرة المصرية الجديد. هنشوف. نزل الفريقين بالفعل إلى أرض الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصرنا. آمين. اللهم قوي من عزيمتنا. آمين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبلنتي وهجمة مرتدة. آمين. اللهم ابعد عنا الإصابات. آمين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الأربطة. آمين. اللهم دمر الفريق الأسود ذو القلب الأسود تدميرا. آمين. اللهم يا ابن الماتش ابتدى بقاله ربع ساعة والفرقة التانية بتلعب لوحديها. يلا بدأت المباراة من محمد لخالد على يمينه. هوبا الله الله الله. في الدقيقة الأولى بتعمل إيه يا جون؟ 1-0. هدف جميل جدا جدا جدا. يتقدم فريق جامعة العهد على المستقبل. فينك يا مورجان؟ مصطفى بطن رجله استلم من هاشم. ماشي واشرب الخارج الحلوة وادي عليها يجيب جون. هوبا ضعيفة ضعيفة. ايه ده؟ ايه يا جون ده؟ فاتح البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين يا نهار ابيض؟ اتلا شيء. كابتن العهد ماشي معدي اخد واحد والتاني دخل على المنطقة يجيب جون. هوبا ضعيفة. امسك يا هريدي. اخيرا هريدي. هوبا يا هريدي. روعة يا ابني روعة روعة روعة. رايح فين رايح فين؟ دخل الجول. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بيدخن هريدي عليه العوض ومنه العوض. خلصت الماتش يا ابني. 3-0 لصالح العهد. ماشي يا امير من ناحيه اليمين. احتكاك مورجان بالقلم. يا نهار ابيض. ضربني وبكى سبقني واشتكى. كارت ايه؟ كارت احمر. امير بره. يا نهار ابيض. ضربه جزاء صحيحه لمورجان. تركيز عالي قوي داخل مورجان. هوبا الله 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 الله. جوه الجول. الله عليك يا حبيب والديك. روعه يا ابني روعه. ارقص غني. الله هو اكبر الله هو اكبر. 3-1. ضربة ركنية العرضية العالية بإيده مورجان. يا نهار أبيض. هدف مارادوني لمورجان أحمد مورجان. براسه ماشي برجله ماشي بإيده ماشي. سجد للمولى سبحانه وتعالى. 3-2. الشوط الثاني جامعة العهد يا ترى هيكون لها رأي تاني وحتتقدم على جامعة المستقبل ولا مورجان الملقب بميمو هيكون له رأي تاني؟ تعالوا نتابع ونشوف مع بعض. ضربة مرمى حلوة أوي محمود على وش رجله طويلة وعالية جميلة جدا 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 على صدره ميمو. ميمو وجون. مفيش راية مفيش صفارة. ترقيصة هي دي. هوبا في العرضة يا راجل. ينفع كده حسن؟ ما أنا يا باشا ما أقدرش أرش العرضة. محمود ماشي من ناحية اليمين هيلعب العرضية. يا جسمك يا مورجان يا يمينك يا تامر. هوبا الله الله الله. 3-3. بوكس يمين. ايه ده؟ بوكس شمال. يا نهار ابيض. وقع تامر على الارض. هي دي التحية في بطنه. يا نهار ابيض يا مورجان. ايه اللي بيحصل ده؟ ما لحقتش تتهنى ما لحقتش تتهنى يا حبيبي. اللهم اغفر له وارحمه. امين. اللهم اجعل مثواه الجنة. امين. عندنا دقيقتين وقت بدل ضايع. ماشي من ناحية شمال أيثم دبور. 3-3. هيلعب عرضية. هي دي. هوبا الله الله يا مورجان. بكعبك يا مورجان يا حركاتك يا مورجان. خلصت الماتش يا ابني خلصت الماتش يا مورجان. 4-3. جيت الدنيا ازاي؟ انت اكيد من عالم تاني. روعة يا مورجان روعة. مورجان أحمد مورجان العظيم الفنان. كابتن مورجان ودي اول مره بتجيب الكاس للجامعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احنا ربنا وفقنا وده نتيجه لمجهود متواصل حقيقه. واحنا عملنا اللي علينا واحنا بنقول هارد لك للفرقه الثانيه. والحقيقه احنا بنشكر الجماهير دي اللي فضلت معانا لغايه الاخر. واحنا بنشكر كمان هيئه الحكام يعني الساده الحكام للقرارات الحاسمه الحقيقه اللي خدوها. وانا احب اهدي هذا الفوز للسيد الرئيس راعي الرياضه في مصر. مورجان مورجان. يا جماعه دي اول مره جامعه بتاعتها تاخد بطوله. دي احنا كنا مضروبين بالجزمه في كل النشاطات. انا النهارده مش عامل دماغ انما حاسس اني عامل دماغ رباني. بدي مرهاني لما انتمى مع عمر. بس انا فضت لعمر ودلوقتي ما انتمى مع وائل. البنت دي ما بتهملش ابدا. الله مش دي نورهان اللي مقنتمة مع عدي؟ ما هي نفضت له ودلوقتي مقنتمة مع محمود رئيس أسرة نور الحق. هي من فوق مقنتمة مع محمود من تحت بقى مقنتمة مع عمرو دياب.
بل لو لم يكن لنفسك إلا أدنى جزء من الحس لما أجاز لك أن تؤثري هذا الوقت الزميم. على ذاك السيد العظيم هايل كويس أوي نادر، كله ماشي مظبوط. المهم من أول دخولك لحد ما ترجع تحت رجليها ده الجزء المهم أوي. ليه؟ أوي أوي. تفضل يا أستاذ مرجان. أهلا أستاذ مرجان. أستاذ محمد أبو داود المخرج الكبير. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. تفضل تفضل حضرتك. من عينيا يا دكتور. يلا توفيق. الله يخليك. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. إيه عايز تمثل؟ يا ريت والله يا أستاذ. طيب إحنا بنعمل هاملت. ده حبيبي. يا فندم؟ ده حبيبنا يعني. أنت هتقول الجملة دي. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. لا قولها تاني بقى من فضلك. لقد وقعنا في الفخ. استاذ مرجان. ايوه. شوف عشان تمثل لازم الاول تستحضر مكنون الشخصيه. هو الشخصيه مكنون؟ لا مكنون الشخصيه يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي اي شخصيه بيبقى لها ابعاد. ايوه. علشان اعمل الابعاد دي عشان اوصل للباعث فالاحساس يطلع مظبوط، فده مكنون الشخصيه. كل ده في الجمله دي. بس انت تقولها كويس. طيب جاهز؟ جاهز. طيب اتفضل حضرتك على المسرح. هتقف في الكالوس هنا. فين؟ الفتحة اللي هناك دي الكالوس ده. أيوة. هتقف لحد مدير خشب مصر هيقول لك اتفضل، هتخش تقول لقد وقعنا في فخ. اتفضل. يلا يا اساتذة كله في مكانه. لو كان البصر بلا سمع والسمع بلا لمس واللمس بلا شم بل لو لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. عدي ماسكها ليه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا ايه ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد هتخش امتى؟ هتخش دلوقتي يا استاذ، دي دخلتك. اداك السيد العظيم. طب عايز اروح الحمام. حمام ايه دلوقتي؟ يلا يا استاذ. لقد وقعنا في الوخ. لقد تشحمنا في الشحم. لقد تلسوعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. فجعنا في الحش في المع. لقد وقعنا في الفخ. وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. ايه؟ ايوه حسن. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. طب خد بقى هاملت اهو معاك قول له انت. هو بيقول لك جائزة احسن ممثل في الجامعة للطالب مرجان احمد مرجان. أنا أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الفنون في مصر. حرام! 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 سيب هذا المكان! اللي يهدي الحضارات! اللي يهدي الحضارات! اللي يهدي الحضارات! إن مرجان أحمد مرجان رمز من رموز الفساد التي يجب أن نقتصها من جذورها. لقد صارت الجامعة مكاناً لعرض مسرحيات الكاتب الغربي الإنجليزي الفاسق الفاجر ويليام شكسبير. إخواني إنها حرب الأفكار وهجمة الغرب على عقولكم. الله أكبر.